بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة لبلاده أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.